ده كلام مهم جدا يلخص الكثير من عناوين هذه الحلقة. مقالي وما قالوا المصيبة لو الكلام ده صح. الغربال من بدري الفار لعب في عبه وبعظمة لسانه صفقات مضروبة، رأيكم ايه؟ والشموع الحمراء عن أحمد حشمت باشا وأسرار الملك عن سيد صالح ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، بس خليني أقول لكم في دفتر أحوالنا. الحقيقة النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان عنده يوم مزدحم فيما بين المقرين الكبيرين، مش هنقدر نقول الفرع، لأن اللي حاصل في الشيخ زايد من حجم إنشاءات واستثمارات هو مقر، يخليه مقر مش فرع، وما عندناش فروع، عندنا مقر. فكان في تفقد لكابتن الخطيب لمنشآت الشيخ زايد والوقوف على آخر ما تم فيها، ثم الانتقال شرقا إلى مدينة نصر علشان يتفقد منشآت مدينة نصر وما يجري فيها. دي لقطات تفقد الكابتن الخطيب لمنشآت الشيخ زايد. دي هنا في الشيخ زايد، أيوة، واللي هو يحيى هو مدير الأمن معاه، يحيى أباظة، وهو في والأستاذ خالد عبد الرحمن اللي هو خالد، اللي هو خالد عبد الرحمن، أيوة. وأنا في الوقت ده كان هناك اجتماع في شركة الكورة في التوقيت ده، ما تمكناش ان نلتقي لان هو انشغل في الجولة الميدانية واحنا انشغلنا في اجتماعنا. ولكن حصل اتصال تليفوني وتم تلخيص الجولة. هو اقرب المشاريع للافتتاح للاعمال دي، أي، اللي تباعا هتفتتح 4 أو 5 مشاريع. كنا نتمنى ان يحدث تلخيص من اصحاب الشان ليهم، ما حدش يعني المبنى الاداري والجراج والجيم وملاعب الاكاديميه الجديده وغرف ملابس السيدات والمسجد والبوابه الجديده في شارع النزهه والاطمئنان على كافه الانشاءات سواء في مدينه، أيوة، نصر او الشيخ زايد. خلي بالك من نقطه مهمه جدا عشان الناس لازم تفهم. اي عمليه انشائيه بيسبقها مجموعة من الخطوات، إحلال التربة عشان طبيعة التربة وتشيل المنشأ، التراخيص اللازمة، الجيم خلصان، وعلى وشك الافتتاح في انتظار ورود الأجهزة التي تم استيرادها من الخارج. هيبقى حاجة رائعة جدا مع التطوير اللي حصل، إن هو اتزود دور فوقاني كمان، وهيبقى فيه جيم مستقل للسيدات وجيم مش عارف للرجال وجيم اعتقد مختلط، وهيبقى الافتتاح يعني في انتظار ملاعب الاسكواش اهو كابتن فيها. البوابه الشرقيه قالوا اصلا في الاتجاهات، شوف انت في الغربيه، انا في الغربيه، لا انا في الشماليه يمكن، انا في الشرقيه الناحيه الثانيه اللي هي عكسي، ايوه، يبقى انا في الغربيه. دي اللي جنب البوابه، ايوه. دي اهميتها ايه بقى؟ اولا هتفتح رئه جديده للعربيات، لان فيها جراج او باركينج ضخم جدا، ايوه، هيسحب ويوزع الكتله، ايوه. ادي مدخلين، وهيتبقى مدخلين بعد كده في الغربيه والجنوبيه، ايوه. دول لما هيخلصوا النادي هيمتد وتتوزع الزحمه على 4 اتجاهات. انت عندك اتجاهات، هتفتح اتجاه جديد تباعا. انت يعني دي مراحل انشاء هو في داخل الجيم الكابتن، اللي هو بيتطور دلوقتي، ايوه. طبعا هو كابتن يعني حريص ليه؟ لان من اكتر الامور صعوبه انك عمال
بتطور هنا بتطور هنا وبتنشئ هنا بتصلح هنا واحتياجات الاعضاء هنا واحتياجات الاعضاء هنا واحتياجات الاعضاء هنا. أي. وده محتاج مش بس تمويل ضخم، ده محتاج جهد هندسي وجهد اداري وجهد في المتابعه. يعني الله يكون في العون. يعني هو جه حتى هتجد اللبس بتاعه. هو خرج من الشيخ زايد راح على مدينه نصر يشوف الملاعب ويشوف يعني يشوف منين اللي فين. الحرص ده على المتابعه الدقيقه هو يعني احترام لمصلحه الاعضاء. وفي نفس الوقت هو ضغط على الاجهزه العامله. لا، اسهروا وصلوا الليل بالنهار عشان تخلصوا في اقصر وقت. وهذا ما يحدث. يعني الحقيقه الامور دي لما تخلص لا الشيخ زايد هيحس بفرق كبير جدا 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 وطفره هائله يعني. انت طبعا جار مباشر للمقر وشايف اللي بيحصل. شايف وحاسس برغبات الاعضاء واحتياجاتهم. وحاسس ان فيه اهتمام بتركيز شديد جدا نحو تحقيق هذه الرغبات والاحتياجات. شأن الاهتمام. يعني مثلا هو انت في التجمع الخامس انت لسه ما عليكش التزامات ناحيه اي حد. لكن عايز بسرعه تفتح عشان تبعث الحياه في هذه المنطقه. ويبقى المولود الجديد ده يضخ دماء جديده داخل النادي الاهلي ماديا واقتصاديا وبشريا. ويبقى يعني مرفق بيصل القاهرة الكبرى ببعضها. من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. في كل حتة اللي عايز يبقى عايده في النادي الأهلي هيلاقي النادي الأهلي في محيطه ويستطيع أن يستمتع به وكله على أعلى مستوى. درجة جودة وكفاءة عالية الحقيقة. فطبعا نتمنى. انت شايف كميه الرمال دي؟ دي قدامنا احنا بقى بتطير علينا شويه بنستحمل. لكن دي معناها ايه؟ الرمال جاي لك من الاهلي يعني في ايه؟ من الاهلي بيها. واخد بالك ليه بقى؟ لان عمليه احلال التربه شوف مئات الامتار من الاف الامتار حتى من الرمال. انت بتعمل كل حاجه زي الكتابه بيقول. مفيش حاجه يعني تحتمل انك تقول يا ريتني عملت كذا. ودي يعني ميزه المنشأ الجديد. انت مش بترممه او بتصلحه. انت بتنشئه على اساس سليم من اليوم الاول. واضح جدا حجم الانشاءات اللي بتحصل في مقر كبير الحقيقه. الشيخ زايد حاجه ضخمه 125 فدان مش كده؟ 129. حتى كنا في اربعه لا. اربع فدادين ده كتير. وطبعا مشكله الباركينج والجراج. ما هو انت دلوقتي جنب بوابه من البوابات اللي يعني يدرس انها ودي ملاعب طبعا. برضو بيتم تطويرها. انت عارف يعني ايه ملاعب في كل فرع بالمنظر ده؟ يعني انت عندك مسارح لاخراج الموهوبين. طبعا وامداد النادي الاهلي. زائد ان مركزيه الفريق الاول في الشيخ زايد ممكن جدا عشان رايح الارض هناك انه يقدر يجي اللي هو في المركزيه الارض في الجزيره. مره تروح مدينه نصر مره تيجي هنا لو عايز تعمل تدريب لوحدك مقفول عليك ما حدش هيحس بيك في الشيخ زايد. كل ده انت شايف في الطريق الصحراوي اهو عند البوابه اللي بقولك عليها. وده الباركينج اللي برضه هياخد مئات من السيارات يعني. فالدنيا هتبقى حلوه في خلال اشهر قليله يعني ان شاء الله. طيب الكابتن خطيب انتقل بعديها لفرع مقر النادي بقى في مدينه نصر عشان يشوف سير الاعمال الانشائيه. التقى باللواء محمود حزين مدير الفرع وكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ونائبه الكابتن وليد سليمان. حضر جزء من مباراة الأهلي والداخلية مواليد 2007 وتابع خريطة برضه الإنشاءات والتطوير. المباراة دي بقى أما اختبرك. لا ما أعرفش. لا قولوا لنا بقى يا شباب. الأهلي والداخلية 2007 وبعد كده
رافق المدرج الجديد كمان للملعب الرئيسي لقطاع الناشئين اللي بيجري، وده مهم لان انت بتلعب عليه ماتشات الناشئين التي لا تقل اهميه دلوقتي عن، انت فاكر زمان كان الفرق دي بتلعب في على استاد تيتش، ملعب الهوكي القديم، فهي متعمل لهم النهارده ملعب، لا مش الهوكي وحتى الملعب الرئيسي، الماتشات كانت في الرئيسي. فانت دلوقتي بتعمل ملعب بمواصفات ملعب حقيقي يعني، والاعضاء بقى عندهم شغف يشوفوا، بنشوفهم واقفين فوق اوضه اللبس وبتاع، لا هيبقى في حاجه يقدروا تقدر تحتويهم ويبقى ملعب بالمعنى الحقيقي يعني. ده عمل كبير انشائي في تطوير مقرات النادي وتزويدها بالعديد من المرافق والانشاءات زي ما شفتوا جوله الكابتن الخطيب جنوبا وشرقا من الشيخ زايد وفي نفس اليوم الى مدينه نصر مباشره.